هي يا زومبي يا صغير، اليوم انت لازم تتحول الى الزومبي الناري، بس قبل هيك لازم اتأكد انه انت مؤهل حتى تصير زومبي ناري مثلي وتصبح من عائلة الزومبي الناري. نعم انا بدي اصير ناري مثلك واصير قوي كتير كتير، وانا جاهز يعني لكل التحديات والاختبارات. ايش لازم اسوي الان؟ طيب يلا، اذا الاختبار الاول راح يكون سهل ولكن ممكن يكون لإلك صعب كتير، ما منعرف. الان راح نشوف، تعالوا شوف، هذا هو الاختبار. بديك تتطلع على هاي الصورة وتحكي لي وتتفرج كويس، مين بتحب اكتر، امك ولا صديقتك؟ ايه شو هذا، استنى شوي خليني اقرأ. اذا بتحب امك سوي لايك واشتراك وجرس، اما اذا بتحب اكتر حبيبتك لا تسوي ولا اي اشي. صراحة هذه الفتاة منظرها اجمل، اتوقع انه حبيبتي راح تكون الاختيار. استنى شوي، اذا بتختار هذا الاشي انا ما راح احولك الى زومبي ناري، انت لازم تختار امك اكيد. نعم امه لا ينسى يحط لايك واشتراك ويفعل جرس التنبيهات، اطلعوا كيف. خلص انا اسمع علي، انا بدي اختار امي. نعم اكيد لانه امي يعني بتحبني كتير كتير، اما هذه الفتاة لا بعرفها ولا بعرفني ولا راح تفيدني. اكيد هي الاصلا فادتك وربتك طوال حياتك. يلا خلاص انت جاهز اذا للاختبار، تعال علشان احولك. 1 2 3 اخي ما تحول، توقف توقف، انت عم تحرقني. هي توقف توقف، خلاص هيك الان اصبحت من عائلتنا احنا. هي؟ من عائلة الزومبي الناريين. اه والله افضل هاي التفاحة كلها حتى اختبر انا عليك النار واشوف اذا هي ناجحة ولا لا. يلا يا بيو. سلام، شايف ما بتنحرق. نعم شكلي تغير وهيني انا الان ما بتأثر بالنار. يلا بدي ادخل على كوكب الجديد وبدي اشوف عائلتي الجديدة. يا سلام شو هذا، هاي صور زومبي كلياتهم من النار، هاي هذا الزومبي العملاق الناري. اوه اهلا وسهلا فيك في فريق الزومبي الناري، انت هو العضو الجديد والان بديك تنزل للاسفل عند الزومبي العملاق الناري. نعم تعال يلا واتبعني، شايف هذا احنا الزومبي الناريين وعندنا جيش كبير، بنطلع بالليل زي ما انت شايف وبنتحول الى ناريين. يا سلام هاي توقف يا حبيبي، شو هذا الزومبي العملاق، مين هذا؟ مرحبا انا هو الزومبي العملاق الناري، انا قائد الزومبيز جميعا. اهلا وسهلا فيك يا ولد يا صغير بكوكبك الجديد وعائلتك الجديدة، انت اليوم لازم تدخل في مستنقع النار حتى اتأكد انه انت ناري حقيقي ومن عائلة النار. طيب ماشي، انت بتموت بتكون انت كاذب. لا لا مو كاذب، خليني اجرب ادخل في هذا النار. ايه مسكت البوابة بالغلط. واو هين عم بسبح بالنار وما بتأثر من مرة. نعم يلا ادخل جوا، شايف كيف الزومبي الحقيقي ما بتأثر بهيك شغلات. هيك انت نجحت بالاختبار وخلاص راح تصير واحد من عائلتنا. لحظة لسه باقي مهمة حتى تصير من عائلتنا ونحكي انه هو من عائلة الزومبي الناريين. نعم صحيح انت تحولت والاختبار نجحت فيه، ولكن باقي لك تحدي اخير. ايش هو التحدي؟ انا موافق لكل التحديات، يعني سويت التحدي ما بين امي وحبيبتي واخترت ماما وفزت بالتحدي الاول، شو التحدي اللي بعده؟ التحدي الاخير عشان نتأكد انه انت راح تكون وافي لنا هو انك تذهب الى كوكب زومبي تاني او كوكب عائلة تانية حتى تقضى عليها وتشوف، واذا انت قدرت تنجح راح تكون من عائلتنا. يلا اذهب. ماشي ماشي يلا انا حاضر، خلينا على السريع. ايه توقف شوي عم تحرق الزومبي انت، خلينا اخذ من هون جناح الطيران وسكينة وبلوكات وبدي اضل نطلع على الاعلى. حكالي هداك الزومبي انه لازم اختار اي يا كوكب من الكواكب هاي. هي سواء كوكب. نعم تعال تعال لسه انت ما شفت شيء، الان انا بدي اهديك تنين، هاي هدية كل واحد بدخل بفريقنا، تنين ناري. خلينا اشوف يا حبيبي. يا سلام شو هذا، هذا زومبي بركاني ناري. يلا يلا خليني الان انا ايش بدي اسوي، بدي اطعمي السمك هيطلع لي قلوب، والان بدي اركب عليه هذا السيرج. وي شايفني؟ واو والله عن جد حلو كتير، هي رائع كتير. هي توقف هاي النار. واو. انا ما عندي حماية ضدها. نعم هاي نار قوية كتير كتير. يلا يلا خلص انا بدي احط التنين بهذا المكان وبدي اروح باستخدام. او اسمع اسمع اقول لك شغلة، اي كوكب بدك تختار انت؟
اوف والله ماني عارف صراحة ايش غريب. شو رأيك انا وياك نروح الى الكوكب المائي هداك؟ طيب ماشي، انت روح على الكوكب المائي وانا بدي اروح على الكوكب الاحمر. ما بدي اروح معك، يلا انا بدي اروح باستخدام التنين تاعي. خليني بدي اركبه. ويا سلام، هيني عم بطير انا باتجاه هذا الكوكب الاحمر. يا حبيبي والله هذا التنين يعني عملاق كتير والسيطرة عليه صعبة على الاخر. يلا يا تنين اجلس بهذا المكان. يلا خليني بدي اجي لهذا المكان. اوه من هدول الناس الموجودين بالداخل؟ يا سلام والله حلو كتير، هيني انا هو ملك الرعد ثور، وبصراحة مكيف كتير لانه بابا اهداني مطرقة قوية بتسوي بيو بيو حركات. يا صغيري استنى شوية، انا شامم ريحة نار، ريحة هيك شعطة يعني ريحة فحم. ايش شو ريحة فحم؟ ما فحم، خليني اروح اكسر راسه بلكي في حدا هون. ايه خليني اتخبى، يا رب انه ما يشوفني. بسم الله الرحمن الرحيم، موجود في تنين هوني. يما والله بخوف كتير، خليني اروح. هاي توقف توقف، لا تصيب التنين تاعي، توقف. هاي شو هذا؟ يما بسم الله زومبي، يما زومبي. تعال تعال لهون تعال، انا يعني زومبي ناري. ايه يما شو هذا؟ ديروا بالكوا ديروا بالكوا، هذا التنين غاضب. اخ يا حبيبي دخل التنين تاعي. نعم عشانك انت ضربته هو غضب كتير. خلص اجلس يا تنين اجلس. هي شو هذا يا ولد يا صغير؟ انت ابني بخاف كتير من التنانين النارية، طلعوا برا والله مخيف جدا. ايش قاعد على راسي؟ طب خلص خلص انا بدي اخليه يتبعني. تعال تعال يا تنين، بدي اطلع للاعلى وبدي اخليه يتبعني للخارج. تعال. اوف والله انه انت شرير بنتك، ليش جاي لعنا هون؟ ليش هيك انت يعني مرعب كتير؟ هي انا يعني هيك بدي اخبرك عن كل قصة حياتي. اول اشي بدي اخلي التنين هذا يجلس بهذا المكان. هي تعال لهون تعال، انت ليش جيت على هذا المكان وشو بتسوي بهذه المنطقة؟ يعني احنا هم ثور عائلة ابطال خارقيا، انت شكلك زومبي مبين عليك شرير، ولكن انا ما بدي اظلمك، بدي تقولي انت اذا انت طيب ولا شرير. هاي يا بابا هذا شكله شرير كتير. هاي استنى شوي، انت طيب ولا شرير؟ احكينا. انا لا طيب ولا شرير، انا يعني زومبي عادي، كنت زومبي. اخ لا تضرب، كنت زومبي عادي. هاي شرير كذاب انت، كذاب شرير. اخ لا 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 لا، زتني بالميه والله هذا الكلب. تعال لو انا بفرجيك ميه. تعرف انه انا لو اندب بالميه بموت لانه انا ناري. ايه طيب خلينا انا ارميك في المية. توقف توقف اسمع لي. اخ اخ ايه شو هذا صوركو يا حبيبي؟ نعم والله مبين. ايه صورنا هذه بالرعد احنا. تعال تعال شو رايك تنشف المية هاي؟ خود يعني شيل هاي المية باستخدام الاسفنج. اوه نعم انا ما بحب المية، بدي احط بلوكات الاسفنج هذه واجفف البحيرة باكملها. طب يلا جففها بدون ما تلمس المية، اتحداك. يلا ايه لمستها شوي صغيرة عادي ما سبحت فيها. يعني والله يا بلش شوي شوي يعني تهجم علينا المية. خليني بدي اساعدك. لا تخاف بيو، يلا زي هيك بيو. طلع اذا اسوي لي منطقة خاصة بهذا المكان بيو وما لمستني. لا 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 رح تلمسني. يلا يلا خلينا نعبي المية، مش لازم تلمسك المية، لازم احنا نشيلها بدون ما تلمسها. نعم يلا يلا نعبي المنطقة بالاسفنج بيو. هيني تقريبا خلصت بدون ولا نقطة مية تصيب جسمي. بيو اه والله عن جد انت رائع كتير. طب خد لك النار. اي تضربني ليش هيك انت؟ انا عرفت انه انت لا 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 وخد لك هاي. اوه يا سلام صباح الخير، اصبحنا واصبح الملك لله. طبعا انا هو الزومبي المائي الطيب، وانا يعني بعيش في هذا المكان مع عائلتي مثل ما انتم شايفين. هاي هذا هو اخوي الصغير وهي صورته موجودة بهذا المكان. ايه مين اللي بيلعب بالبوابة؟ مين موجود هوني؟ هاي يا حبيبي كسر الباب هذا. ايه لا سكر الباب. شو هذا طلع لي جني من البوابة؟ والله ايش غريب. خلص خليني بدي اضلني هارب انا. تعال تعال وين رحت انت؟ ايه يما يما ايه شو هذا؟ ليش هيك شكلك انت؟ ليكون انت الزومبي المائي؟ نعم انا هو الزومبي المائي. هي انا عم بشوف زومبي لونه برتقالي ناري. خليك بعيد عني انا بخاف منك كتير. زومبي المية بيحكوا انه هو بطفي النار وبطفي الزومبي الناري. ايه اسمع علي كويس، انا الحارس الاخضر، يعني هذه المنطقة محمية بالكامل، واحنا يعني الخدم للزومبي المائي. اوف اوف شو بدكم مني؟ طيب خلص ابتعد عني انت، بينتك شرير كتير، ما حبيتك. خد لك هاي بي. اسمع علي. ايه هذا بتبعني جالس؟ خد لك هاي. اسمع علي كويس كويس، اذا بدك الحرب
فإحنا أسياد الحرب يعني، وهيك موجود أنت بمنطقتي، هاي يعني أخوي هذا الكبير وهي أخوي الصغير. مين هذا مين؟ جبل أضرب على راسه أكسر له مخه، مين أنت؟ أنا هو الزومبي الناري. يا الزومبي الزبالة هذا، ارموه برا هاي المدينة ارموه، أحكي لك حطه جوا السجن. تعال حطه. تعال، ما بدي أحطه جوا السجن، بدي أخلي هذا الوحش يتناولك كلياتك. ايه لا ما بدي، خد لك هاي بالدارب. تعال تعال جيبه جيبه جيبه، انا بدي اجيبه. تعال اغلق الباب، يلا اغلق الابواب. اغلق الباب والله، اتركني اتركني وترجاك. يلا ما راح تقدر تهرب، البوابة مسكرة. يلا جيبوا لي اياه جيبوه. تعال يلا. طيب يلا نقادم، والله خايف منكم كتير، انتوا اشرار كتير. اوف لا لا، ده صغر حالي عشان ما يشوفني هذا. هاي اللي اختفيت غبي، انت شايفك انا يا حبيبي صار بحجم الصرصور. ايه صار وجبة صغيرة ما راح تشبعني، بدي انا طعام كتير. ابعدوا عني ابعدوا عني، ما بدي اياكم انا. اسمع علي كبر نفسك وخلي هذا هاي كبير. تعال انا الان راح اقضي عليكم انتوا الاثنين. ما رح تقدر من مرة غبي، انت موجود بساحتنا. اثبت اثبت يلا بدي اكلك. نم 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 يلا يلا بدي اكله. يلا كله كله كله. نم 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 نم. ايوه وجبة لذيذة كتير كتير. ايوه يا سلام. يلا الان انا بدي اضلني طالع، والله ضيع لي وقتي. كان المفروض اليوم انه اسوي جوله على هذه الكواكب، هيني الان عرفت انه الكوكب البرتقالي هذا بقلبه الزومبي الناري، والكوكب الازرق الزومبي المائي، فقط باقي عندي هذا الكوكب الاحمر وهذا الكوكب الارجواني. يلا بدي اضلني جاي على هذا المكان. بيو انا بشوف قدامي حراس، خليني انا بدي اشيل جناح الطيران وبدي اتسلل شوي شوي. ايوه زي هيك، هدول معاهم اسلحه. ايه شافوني بينه؟ لا لا ما شافوني. ايوه بدي افتح البوابه، بوم هيني بدي ادخل للداخل شوي شوي. يا حبيبي شو هذا؟ نوم 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 نوم، بكفي لازم استيقظ من النوم. ايه شو هذا، في سحلية على ال... ايه مين هذا؟ بسم الله من وين اجى هذا؟ سحلية مين والناس نايمين؟ مش شايفني انا طول بعرض يعني، وانا هو الزومبي المائي. ايش زومبي المائي؟ شو جاب الزومبي المائي هون؟ احنا ما بنحب الزومبي المائيين، ايه شو بقول هذا؟ سامع شو بحكي؟ بحكي انه انت زومبي مقرف ومش حلو، وانت بتاكل قمامة. شو اي لغة بتكلم هذا؟ هذا كلب، هذا مو عصفور. اسكت عيب عليك. هذا اخوي مش كلب، انت الكلب. انت اخ يا حبيبي. لا ما بحب تعلم، خد لك انت الكلب. سامع هذا اخوي مش كلب. ماشي اخوك مش كلب. فهمت شو حكى؟ لا بينا بقول انه انت الكلب. اوف خد لك انت الكلب، والله لكسر راسك. اي انت لازم واحد يربيك مثل العم حسين. العم حسين؟ ثواني، انت اسمك العم حسين يعني؟ لا مش انا، العم حسين هو البطل تاعنا، هي موجود بالاسفل. طيب شو اسمك انت؟ سيد راس الجميع. انا اسمي ثانوس. ثانوس ماشي، يعني هذا ثانوس، هذا شكله العم حسين. اسكت يا ولد، انا اول عم حسين وكل الناس بتعرفني. العم حسين ما في منه اثنين ولا شكلين بالعالم، شكلين ما بحكي. ليش جاي لهذا المكان؟ انا جاي يعني بزيارة لهذا المكان، انا يعني مسوي هيك جدول انه بدي كل يوم ازور كوكب، واليوم كان الاختيار. جدول يخلع رابطك ان شاء الله، انت جاي لهذا المكان الخطأ. احنا هون ما بنمزح، احنا هم الابطال ثانوس. يا حبيبي انا ما بمزح، انا جاي لهوني يعني بقول لك بدي استكشف المكان، اقول لك بدي اطلع. يلا مع السلامة. الله ونرجع لهون، ما بدك ترجع، انا بعرف كيف بدي ارجعك. شو هذا؟ انا بضلني انتقل، لازم انا اهرب. يا ولد لا تروح بعيد، خلاص مفكر حالك جاي تلعب هون؟ مفكر هذا الكوكب للعب وللاستمتاع بالوقت وضيع الوقت؟ هلا بفرجيك شو يعني كوكب ثانوس. كوكب ثانوس؟ شو لازم اعمل؟ لانه انا ما عم بقدر اهرب، يعني كل ما اتحرك بنتقل. راح تروح الى تحدي مع ثانوس الكبير هذا. نعم وراح اكسر راسك وانا لابس البيجامة. نعم راح اكسر راسك. يلا بدي انقل ثانوس بعدين انت في رحلة استكشافية بعيدة، ونشوف مين الاقوى، انت ولا هو. انا الاقوى اكيد. يلا واحد اسكت. واحد اثنين
ثلاثة. ايه هيو انتقل اختفى. طيب يلا دورك انت. واحد اثنين والباقي لبعدين. ايه شو هذا انتقلت؟ شو اللي شكلين والباقي لبعدين؟ والله هذا هيك انت هون. والله العم حسين هذا عصبني. العم حسين غبي على الاخر. ايه احكي التوبة، هذا العم حسين شو مفكروا ابوك؟ ابعد عني ابعد، خلينا نسوي هذا التحدي. قلت لك هاي احكي، انا اسف يا عم حسين. ما بدي ما بدي، هيك اندبيت. يلا باخذ والله لفرديك، بدي اروح اسبقك انا في هذا التحدي. طلع هين عم بكسر. ما راح هاي اندبيت كمان مرة، ما راح يسبقني، لازم اطلع علشان الوقت يكون ليلي انا. وتعال لهون. ايه خلعهم. شو سويت؟ كل شيء طلع. كيف يعني هذا البيكيكس؟ خلعته. ايه البيكيكس بكسر بي وعشرة بلوكات مع بعض. اشوف والله ما كنت اعرف انا. اوف شو هذا اللي صار؟ هذا اسمه البيكيكس المطحون. هي اخذت اكس من عندك. طلع. اوف طلع مكسر الدنيا والله هذا. نعم البيكيكس ما عم شفت زيه اثنين. تعال شوف تعال شوف، هي هون صورتك، بدي اكسر لك اياها. اسكت لخلع راسك. هاي انا كسرت الخشبات والان بدي اطلع بي، وهيني طلعت لهون. يلا هي بدي اكسر لك صورتك. لا تكسر. لا تضرب لا تضرب، استنى خلص خلص خلص. اخ يا حبيبي ايه دبيته. يلا يلا خليك بالاسفل، خليني نسكر عليه زي هيك. بيو سكرت عليك. شايف يا غبي هيني عديت. كيفك لا غشاش انت؟ اخ لا تضرب انت الغشاش والله. ايه يلا راحوا كل اغراضك من العم حسين لانه انت غشاش وكشفك. اوف اخذ كل الاغراض اللي معي، كنت بدي اقدر اطلع بس بطلت قادر. يلا الان بدي اسوي هذا الباركور. هيك اندبيت. خد لك لا ال... لا لا اوي بكفي بكفي. يلا هي عوضت لك هذا الضرب اللي ضربتني اياها. يلا بدي اضلني طالع، هي السلم قدامي. يلا على السريع. اوف استنى شويه، هي زي هيك، خلينا نضلني طالع لهذا الغبي المجنون. استناني استناني لا تروح بدوني. هاي نعم بتطلع عليك، شايفك يا غبي كيف عم بتكسر مثل المساكين. يلا سوي الباركور. انا بدي اصلح كل هذا، كسرت لنا الدنيا والله، انا بكرهك كثير. ايه طبعا تكرهني وانا اصلا بكرهك، وهذا تحدي ما بيني وبينك. استنى الضرب ممنوع. بطلع استنى اشوف شو التحدي القادم. ايه فاندا دي فرانسيز، جد الاختلافات. فاندا دي فرانسي شو معناتها هادي؟ جد الاختلافات. استنى اشوف. اوه جد الاختلافات، اي اختلاف؟ طيب 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 خد لك الاختلاف. اطلع كيف بالصورة هادي موجود حبة رمان، ولكن بالصورة هاي حبة تفاح. طيب خد لك هذا الاختلاف، اطلع اطلع في هاي الصورة. والله ما انا لها اي اختلاف، ما في اي اختلاف هون. هيا وجدتها. وين هون؟ موجود في تفاحة وهون موجود في انجاصة. ايه والله هون انجاصة وهي هون تفاحة لونها اخضر. طيب طيب خد لك الاختلاف، اطلع كيف هادي التفاحة يعني المقسومة، مقسومة على جهة اليمين، اما بالصورة الثانية مقسومة على جهة اليسار. طيب ماشي خلص وجدته، اطلع هون في رمانة اما هون في اشي غريب. شو ما بتفهم؟ هذا اول اختلاف انا قلت لك اياه. اوف والله ما شفته. طيب 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 خد لك هذا الاختلاف، اتطلع هون. ضيع وقتك خلص الاختلافات اللي اسبقك. بيب ايه انزل معاك. انزل يا حبيبي بدي اكسر لك اياه تكسير. انزل. اي شايف ايش توقع؟ ايه كسرته. ايه كسره والله والله لك تكسر راسك. خد تعال خد هون. واحد خد واحد يلا. بيب لا يا غشاش تعال خدني خدني خدني. وي 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 لا ابعد يا حبيبي. لا 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 اخ ايه ما نطيش مال حفرة. خد لك والله لك تكسر راسك. تعال لهون تكسير. انت غبي. انا اللي راح افوز. انا خد لك انا اللي بدي افوز. يلا تعال لهون تعال، انا بعرف كيف بدي ادويك. لا لا ممنوع هذا الاكس، ممنوع الاكس. اوكي خد لك هاي. طيب ماشي يلا خد لك هاي، راح اكسر راسك. وين بتهرب؟ تعال لهون. لا 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 بسرعه بدي اضلني هارب، والله اقوى مني انت، طلعت شويه. خليني افتح الباب. انا اقوى منك بكثير. ايه افتح لي هذا الباب. وين رايح؟ تعال يا حبيبي. تعال تعال نلعب كرة القدم. يا الله شو بدي اسوي؟ طيب اسمع اسمع هاي الكبسة. تعال شو هاد الكبسة؟ خليني اضغط. اوف ما بصير اي شيء والله. والله شو هذا بسوي؟ ما بعرف، خليني اشوف. ايه جسمي جسمي. ايه برج برج. لا 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 ايوه ايوه برج راح يموت. تعال لا 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 خد لك هاي فيه. هيه تعال انا بعرف شو بدي اسوي فيه، لطلع له الزومبي اللي بكره هو، لانه هو عنده عداوات ما بين الزومبيز. ايه يا حبيبي اي زومبي انت بتقول؟ تعال شوفه تعال، هي موجود هون. اكبس على هاي الكبسه وراح تشوف الزومبي اللي بكره هو. ايه شو هدول؟ يلا تعالوا نذبحوا. خذوا هاي خذوا هاي، بدي اكسركم تكسير. بيه تعال نذبحوا. يلا اذبحوا. يا حبيبي خذ لك هاي. يلا موت. راح يذبحوك. ايوه خذ لك هاي.